حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد حسن أبو خماس عضو مجلس النواب. أهلا بك سيد حسن. أهلا وسهلا. طبعا في البداية نتكلم عن يعني كيف تقرأ قراءتك للمضامين التي جاء بها الخطاب السام لجلالة الملك المعظم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أحب أن أشكركم على الاستضافة، ومن هذا المنبر أحب أن نهنئ ونبارك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس يوم أمس. وطبعا أؤكد على ما تضمن به الخطاب السامي، يعني هو طبعا خارطة الطريق مثل ما يقال، وهو طبعا مسيرة اللي هي تقودنا كسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تكون في هذا المسار إن شاء الله في المسيرة القادمة. طبعا المضامين الخطاب السامي أتى بعدة مضامين، من أهمها كانت المحاور اللي هي طبعا الإنجازات اللي هي تفضل بها سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، ما قام به من إنجازات في النمو الاقتصادي والتجاري في عهدة سموه. طبعا هناك محاور أخرى اللي هي محور السياسي والمحور الوطني والمحور الثقافي والمحور الإداري والمحور الرياضي أيضا والاقتصادي. فمن ضمن هذه المحاور أيضا هي المحاور اللي هو السياسي اللي هو تفضل به جلالته أن توقف الحروب التي بقطاع غزة ولبنان والإسراع في إيجاد حلول سلمية في البلاد العربية. أيضا هناك قضايا طبعا ما يخص الوطن العربي، طالب جلالته بالجلوس وطبعا الحرص على إنهاء هذه الحروب. أما بالنسبة أشار عن الإنجازات الرياضية أيضا ما تفضل به من إنجازات، هناك إنجازات التي شرفت مملكة البحرين بالحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بقيادة سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، وهذا إنجاز كبير رفع راية البحرين ورفع اسم البحرين العالي من الدول الأخرى. طبعا هناك أمور أخرى اللي هي تخص التشريع، طبعا دائما جلالة الملك حريص أن يكون المجلس أو المجلس الوطني أداء يعني متزن مع ويكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. طبعا نعود ونقول أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء دائما متعاون في أمور اللي تخص المجلسين الشورى والنواب، دائما يحفز ودائما توجيهات لأصحاب السعادة والمعالي الوزراء بأن كل طبعا تعاونهم للمجلس. فهذا الشيء يعني احنا نشيد ونشكر طبعا سموه. نعم، إذن هذا يعني نبقى في هذا الإطار وهذا المحور الذي يتحدث عن التعاون، أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة وأن الخطاب الملكي السامي قد حدد بأن هناك مرحلة جديدة ومرحلة عمل يعني يجب أن تكون أكثر تفاعلا وأكثر، خاصة تحدث عن رؤية 2050، تحدث عن الهوية الوطنية والهوية البحرينية وتأصيلها عن الأمن الغذائي وارتباطه بالكثير من المحددات. كيف يمكن اليوم أن يكون هناك تعزيز لهذا العمل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟ نعم طبعا هذا سؤال وجيه. طبعا هي طبعا السلطة التشريعية بدورها تشرع في القوانين، بعض القوانين اللي هي مثل اللي هي تأتي من الحكومة الرشيدة، سواء من مثل ما تفضلتي الأمور اللي هي تخص اللي هي كل الأمور اللي هي السلطة كمحاور اللي هي الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي مثل ما تفضل فيه جلالته، وأمور كثيرة احنا لازم طبعا على طاولة المجلس النواب سوف تم مناقشتها أيضا، ونحاول أن نوصل رسالة إلى السلطة التنفيذية بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء أن هذه الملفات جدا مهمة، خاصة يعني الغذاء الأمن الغذائي وأمور أخرى. طبعا مثل ما تفضلتي أن هناك كثير من الملفات اللي هي
تمس سواء في تمس المواطن او تمس الوطن. نعم. نحاول بدورنا كسلطة تشريعية ان احنا نركز على هذه الملفات اللي هي تخص المواطنين والوطن يعني. نعم نعم، نعم. إذا سعادة السيد حسن مخمس عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، الله يسلمك.